بتشك بحدا معين؟ ما بعرف، خرب بيتي، بدي ادعي دوك مجهول. لحظة، الله معكن. بهالبلد كل يوم في شي جديد تحكي عنه، ما بعرف البرامج بغير بلدان، المذيعين، التوك شوز شو بيعملوا، منين بيخترعوا مواضيع، إذا عايشين هيك عادي طبيعي إنه تحت سقف القانون أو عندهم كهرباء ومي ومصرياتهم معهم، شو بيعملوا، إنه شو بيحكوا، شو بيقولوا، ما عندهم مفاجآت، ما عندهم ضربات سخنة، ما عندهم مجموعة باطشة بالحكم مثل اللي عنا، ما عندهم هيك مواطنين، لا ما اسمهم سكان، ما عندهم سكان مضروب على راسهم، شو بيعملوا، شو بيحكوا، شو بيقولوا، بصيروا يحكوا عن اليوغا مثلا وكيف بتحقق احلامك وكيف بتفكر بوزيتيف وكيف بتعيش الحياة السعيدة، عرفتون هيك؟ لا 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 لا، ايه نحن لا، كل يوم عنا ملف يعني ضخم بشكل وكله بيفهم وكله بيحلل وكله بيعطي رأيه، كله بيتخانق مع كله، مش معقول بلد سبيسيال أكتر من هيك ما بقى يصير. بونجور، عطيتوا رأيكم؟ ما بيصير، يعني إجباري لازم تعطي رأيك بكل شي عم بصير، بتفهم ما بتفهم، قريت ما قريت، بتعرف ما بتعرف، مجبور يعني بحكم العيشة بهالمنطقة بدك تعطي رأيك، بدك تسب التانيين. ايه شو بدي اعمل بالقانون؟ لا انت قادرة تلعبي فيه ولا انا قادر العب فيه، جرب. مش قادر. عند مصالح الدول احفظ رأسك. يعني بيصير بالبلد بالآخر انه يا ديعان، ما بعرف اختلفوا مبارح على السوشيال ميديا قدي دفعنا على المحكمة الدولية، 1,600,000,000 مدري شو، اعتبروا شي فرون مليار نحكى عنهم، اختلفوا بالاخر انه ردولنا مصرياتنا المحكمة الدولية، مش هيدا النتيجة اللي كان بدنا اياها ولا هالمعلومات يعني القيمة اللي بتستحق واحد ينطر اكتر من 10 سنين. بس اللي راحوا راحوا، ما بعرف إذا بتذكروا كان كل 14 شباط اللبنانيين يحملوا العلم اللبناني وينزلوا يطالبوا بالحقيقة، الحقيقة شيء كتير كبير ومهم بيناضل كرمال الإنسان كل حياته وبيدفع حياته تمن وبينطر عن جد. شو بدي بالمستهزئين وبالمنتفعين وباللي مش فرقانة معهم شو يعني الحقيقة، ولا ناضلوا شي يوم واحد كرمالة، بس هي فعليا شي كتير عظيم. يعني مرة تتلفلفت كل العمر، مرة تغيب ما بيعود فيه طعمة للعيش
ولا للإنسانية ولا للحكم ولا للعدالة. يعني ستيل فلتوا على بعضكم، يعني ما في عدالة، عملوا البدكن يا ما حدا بيقلكن شي. عند مصالح الدول كله بينعمل تسويات، بس للأسف يعني ما بيكون غير راسنا بالدق نحنا، يعني هالبلد الصغير العظيم الجميل المهضوم اللي بنفتكر انت انه منسى، يعني بهالكوكب ما حدا منتبه له، ما حدا بهمه امره، بيطلع لأ على دمائنا يقترعون ويتحاسبون ويتحاصصون وبيبيعوا وبيشتروا. دماء هالناس ما بعرف إذا من وراها رح تخف الهمة، يعني إنه واحد يطالب يعرف الحقيقة ما ورا كل خيبة، بصير واحد متمسح يعني إنه يلا ماشي الحال، إنه ما رح نعرف الحقيقة فبلا ما نطالب فيها، ما رح يصير فيها عدالة بلاها ما نطالب فيها. يعني هيك مش بيتعب يخذل هيدا الخذلان، يعني إذا جريمة الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه كل الناس اللي كانوا موجودين بهالانفجار الكبير اللي افتكرناه بوقتها أكبر الانفجارات، طلع في أكبر منه اللي صار بأربع آب، إذا هيك جريمة عرفنا بعض تفاصيل صغيرة قال لأنه ما كان عندهم معلومات، يعني جريمة المرفأ ما بعرف قدي بدنا ننطر لنعرف الحقيقة، وإذا منعرفها ياما كمان تتسجل ضد مجهول معلوم أو فرد، بس حقيقة حقيقة ما في ببلادنا حقيقة يبدو. قالوا نحنا شو بعدنا عم نطالب باسترداد الأموال المنهوبة، وأنه هاو اللي سرقونا على مدى عقود بدنا نعلق لهم مشانقهم، وبدنا نحرر بلادنا منهم، وبدنا نسقطهم، وبدنا ما نعود نشوف صورة وجهن. مين بده يعمل كل هاو؟ الله أعلم. يلي بده يفتش عن الحقيقة كتير بده يتعب، بعدين طريق الألام طويلة، اللي بيقطع النهاية روحه بالأخير بتفرح. أولاك مهما الوقت طال سوف تحاسبون. على كل حال خلصت الخبرية، خلصت قصتنا مع المحكمة الدولية، خلصت هالحكاية
ناس فرحوا، ناس أحبطوا، ناس خذلوا، الناس العاديين اللي كان صديق لألون أو بي أو خي مارق بداونتاون ليلة الانفجار، يوم الانفجار 14 شباط، هن الوحيدين اللي رجع لهم كل الوجع كل الألام، وهن الأكثر مطرح. يعني لازم ننحني قدامهم ونصلي لهم، هن واللي بعدنا للأسف يوم بعد يوم عم نكتشفهم، وجوه وصور معلقة ومحطوطة على السوشيال ميديا بتقول هؤلاء كانوا بمرفق بيروت أو بجواره، عدد الكبير من الجرحى بالمستشفيات، هن مشاريع شهداء أو ضحايا لهيدا الانفجار، ويوم بعد يوم عم تعلن أسمائهم وعم ببطلوا قادرين يقاوموا كل جراحهم وتعبهم، وبعدنا يوم بعد يوم عم ندفن أحلى وخيرة شبابنا. صلي يا ريما بصوتك صلي، خلينا ندعي سوا على طول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. عدالتك عدالتك يا رب، يبدو انه هون في نص عدالة، ويبدو انه هون في ربع حقيقة، وحفلة التكاذب والخداع والمصالح مستمرة، واتكلنا عليك فقط بهيدي العدالة الحقيقية اللي ما بيكون ولا حدا شاهد عليها منا إلا بيوم ما منعرفه. أنت القاضي النزيه الوحيد بهالدنيا اللي منجي لعندك لنشكي لك بكل مرة حدا بيأذينا بكلمة أو بفعل أو بنية، كل حدا بيجرحنا، كل حدا بيحاول كل يوم يقتلنا ويبتزنا ويسرقنا. بهالمطرح من العالم أوقات بنشكي لك ذات الأشخاص كلنا، لأنه كانوا بطريقة أو بأخرى عم بيحرقوا لنا أيامنا، حرقوا الماضي مستعدين يحرقوا المستقبل، مستقبل الأجيال اللي جاية كرمال يبقوا على بطشن وعلى قوتن اللي منحينن ياها على الأرض، وسامحين لحالن أنهم يرتكبوا كل أنواع الجرائم بكل الناس بأي وقت ومن دون محاسبة. يمكن نحن الأيام تراكم مشاكلنا بتنسينا، بس الجرح بيكون عند اللي تأذى، عند اللي خسر، إن كانت جرائم سياسية أو غير سياسية بترجع لهم أكيد كل الذكريات والفاجعة وريحة الموت ولحظة الوداع، كل التفاصيل. هالذاكرة اللي رغم كل مرور الوقت بتضل واعية وتستذكر كل لحظة ألم ودموع وجع حقيقيين. يا رب كل مرة بيصير معنا أي مشكلة، كل مرة منحس حالنا مظلومين ومكسورين ومقهورين، بصرخ لك
عدالتك 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 عبالنا نشوفه على هالأرض. يمكن مكتوب لهالعدالة والحقيقة إن ما تنفتح وتنكشف إلا قدامك، فبئس مصير قدام عدالتك. الناس بتقول، ويمكن أكتر شي بيقولوها هن المجرمين ليلاقوا تبرير لحالهم، إنه الله رحوم والله بيسامح والله بحب أبنائه حتى الأكثرهم خطأ واللي خطيئته بلون القرمز. صح، بس نسجو جزئية كتير مهمة ونحن متكلين عليها واللي هي الله رحوم. صح، بيعطي فرص صح وبيسامح صح، بس قد ما هو رحوم قد ما هو عادل، وقد ما محكمته ما فيها ولا زيف ولا كذب. نقف كلنا قدام كل شي ارتكبناه، قدام حتى النية اللي ما حولناها لفعل بس كانت موجودة، عليها قد نحاسب بيوم من الأيام. فكيف بينام المجرمين اللي بيقتلوا بلد وبيقتلوا شعب وبيتآمروا عليه، بيصيروا سفرة للجريمة مع وقاحة وبشاعة ما بعد بشاعة. يا رب يا رب يا رب بدنا نضلنا نطالب بعدالتك هون، انه نشوفها ونحسها لحتى ما نفقد ايماننا فيها، لانه بتحول الدنيا كلها لساحة جريمة لكل حدا يطالب بالقوة بالشي اللي بده اياه ويخلص ساعة اللي بده من اللي زيعجه. بتحول هالمطرح لمكان للموت متنقل بكل لحظة، وهو هيك عم يتحول بهالمطرح اللي الشعب فيه وكلنا تواقين انه نعيش بسلام بأمان حقيقي ومش كذبي بعدالة حقيقية بفرح ولو قليل يقدر يطيب الجراح ويقدر يحس كل واحد منا بقيمة الحياة مع قوانين مع دولة مع سلام حقيقي. ما بعرف إذا عم نطلب كتير، بس صارت هيدي طلباتنا، إنه ما نموت كرمال مصالح حدا، وإنه ما يضحك الشيطان بكل مرة بصير في نوع من الإبادة بحقنا، نرجع منكمل الحياة عادي كأنه مكتوب علينا هالشي ومتقبلينه ومتعايشين معه. كمان مرة وبهاليوم منسلمك كل الناس اللي رح تودع بعضها، بعدنا عم نخسر من وراء التفجير 4 آب، بعدنا كل يوم في دفن وتشييع بشي مطرح بشي منطقة من لبنان لشي شاب بعمر الورد أمه عم تبكي وأهله خسروا. هوديكي الأشرار عم يضحكوا بمطرح آخر، مشهد أكيد ما بترضى فيه. فرجينا فيهم يوم يا رب، فليكن شي مرة هيك نكون شهود على الحق الحق وعلى العدالة الحقيقية.
نطالبك فيها، لأنه ما عندنا حدا غيرك نطالبه فيه، ولا نثق أصلا بحدا غيرك. وخلي هالذاكرة اللي عندنا تضل واعية، لأنه كل مرة بتموت كل مرة بيموت مع الحق. وحس الثورة عند الناس أنها تغير كمان عم بيموت مع اللي ماتوا. ما عاد إلنا غير أنه نسترجع إيماننا فيك، نتشبث فيك أكثر من أي وقت مضى، ونسلمك حياتنا وحبائنا وطننا. أمين. صلي يا ريما بصوتك، صلي خلينا ندعي سوا على الطول، وتصفى القلوب وتفتح لدروب كل الحزن والهم يزول. يا لبنان انت يا وطني الاحلام، يا مقبرة الأحلام. سوري، عذرا، سوري، بدنا نواجه الحقيقة كلنا سوا. هنا مقبرة الأحلام. يمكن في كتير أشياء تانية حلوة روعة، يعني الأرض، التاريخ، الجمال، إيه، بس الأحلام لا. ما عارف إذا بعد حدا عنده حلم يخبرني وقدر يحققه هون، بليز دلوني كيف وين. ما في غير اللي بيتعين أصحابهم وقريبينهم بمراكز مهمة، ايه هاو بيكون عندهم حلم، حلم انهم يتوظفوا بالدولة ويقبضوا معاش بلا ما يروحوا، ايه حلم انه يعملوا اشياء اللي بدهم اياها وما يتقاصصوا، ايه بيحلموا. يعني في مجموعة حاكمة وحاشيتا، هيدول مسموح لقلن يحلموا، وفعلا بحققوا أحلامهم صراحة، مش أنه بينطروا كتير. بقت ما بقى مقبرة جماعية. واللي عنده بعد أمل يخبرني بليز أنه من وين جاي، هيك بس لحتى نقدر أنا وأنتو نتبادل شوية أمال وأحلام. وهي اللي عنده يخبرني بليز، كرمال الشعب المحبط ندله على الطريق. هي أحلامي فين؟ أنا مش شايفها. إيه والله، بشو بده يحلم واحد؟ يعني حدا يقول بشو ليكو وين مثلا في أمل؟ بمالي. ليكو شو الثورات هيك سريعة وبتحقق أحلامها بسرعة بالعالم. استقال رئيس مالي بعد احتجازه على يد الجنود بمطرح تاني من العالم، يعني الأخت كن عم مطرح فيه أمال لهالشعوب، بعد احتجازه على يد جنود متمردين يوم الثلاثة الماضي. وقال كيتا بخطاب متلفز انه قرر حل الحكومة والبرلمان، واضاف لا اريد اراقة دماء لاظل في السلطة. بعيد، قال الرئيس بخطاب متلفز انه قرر حل الحكومة والبرلمان، مضيفا لا اريد اراقة دماء لاظل في السلطة. وكان متحدث باسم الحكومة قال للبي بي سي أن الرئيس اعتقل من قبل جنود متمردين وتم احتجازه بمعسكر تابع للجيش قرب العاصمة، كما تم اعتقال رئيس الوزراء برغم مناشدات السابقة من أجل أنهم يعملوا حوار حكومة وحدة وطنية يعني. وتابع الرئيس المستقيل بخطابه، إذا أرادت بعض عناصر قواتنا المسلحة التدخل لإنهاء الموقف الحالي فأنا ما عندي خيارات، وحبي لبلدي ما بيسمح لي أعمل هالشي. أم هايدي مش إلك. وكانت طبعا في اضطرابات واحتجاجات ومظاهرات ودعوات لاستقالة
الرئيس وتحولت لانقلاب كبير أطاح بكل المسؤولين. والسبب يعني لا تعرفوا انه الفساد. وكانوا الناس بعد يعني ولايته الثانية قال صار عندهم غضب واسع ونزلوا على الطرقات يطالبوا بالإصلاح، وأهم شيء سوء إدارة الاقتصاد وتدهور الوضع الأمني وتدهور كمان كل شيء تقريبا مع تصاعد العنف الجهادي والطائفي. راغدة ما بدي يكون بومي صراحة، وأنا مش معودة هيك، يعني مين ما بيلتقى فيه بهالناس بيقولولي بتعطينا طاقة وبتعطينا إيجابية. تعبت تعبت ادعي شيء مش موجود. انت بهالكلمتين راغدة قلت كل شيء، قلت كل شيء حسيته صراحة، مع اني عم بقاوم يعني انا ما بستسلم بسهولة للمشاعر السلبية. بقتت لي I cannot talk I cannot think، ما عم بقدر احكي، ما عم بقدر فكر، I cannot feel، ما عم بقدر حس وما عم بقدر اعيش. Cheers. شوف الليكو طيب ليه بتزبط بكل العالم إلا عنا؟ هيك نتناقش الأفكار أنا وإنتو عصوت عالي، يعني أنا مش رح أستقبل حدا يحللي سياسة ولا نفسية. نحن نسأل إنه ليه؟ أنا لحظة هيك كنا نحس بانتصارات وهمية، يعني بتشحطوا من الباب بيجي من الشباك، يعني بيتغير شكلهم بس بيبقوا هن زيتهم، يا بيبعتوا أولادهم يا بيبعتوا مستشاريهم. يعني مش معقول. طب مش معقول انه بكل بلدان العالم تزبط الا عنا. هن بيبقوا بيرجعوا بيفلوا بيرجعوا. طب انه ليه، انه ليه مكتوب على هالبلد يعني العظيم هالشي؟ ابنه بياخد الكرسي ميها بريش والله كده عم بحكي بارح بهالموضوع بخجل صراحة. لقيت في مربع ساتيرن مع برج الأسد فيت بكوكب تاني عم يعمل مربع جديد، ايه، ومن وراه رح نموت كلنا سوا بانفجار كبير وتصير في حرب عالمية عقرضنا. عم شوف شوية تويتر أدال كاتبة بالنسبة لطائر الفنيق فينا نقليه مع دبس الرمان. عبالي اضحك على فكرة، ما قلي نفس بس عبالي انه هيك انه عيش انه اضحك احلم ويسكروها البلد كله عطول ويخلوا بس المجتمع المدني يمشي على الطريق والجمعيات اللي عم بتساعد وخلص. خلينا نستقيل من هالكوكب، يعني نقول انه هاي بقعة من الارض ما فيها امل، سكروها سكروها. انه هالناس مثلا اليوم قال بيطلع لك انت التحكم المروري عجقة سير بتيجي، انه مين الازاز واللي عنده ألومنيوم والجمعيات والنازلين يساعدوا ورايحين عايزوروا حبائهم بالمستشفيات واللي عنده شوية أمل رايح يرمم شو بقى من بيته. هو هن اللي على الطريق، انه مين هن يعني شرفكن وين في يعني انه شغل ضارب أطنابه وبورصة يعني ما قادرين نسكرها وصناعة سيارات يعني ما قادرين ملتزمين مع العالم بدنا نودي لهم ياهن يعني شو في بعض مشاريع. بقلي انا بسمعك إلي زيمين بحروب وأزمات وانفجارات وهيك، أول مرة بشوفك هالقد داون أو thanks for being real. ما أعرف إذا مر علي هيك أيام، بس أنه قدي بدي ضل عندي أمل يعني أكتر من 20 سنة. أنا من يعني أنا من الناس اللي مش بيقعدوا على المنابر بيحكوا، أنا بنزل على الأرض كمان. يعني أنا وقت يكون في ثورة بنزل، مش أنه بس بنزل لأتصور، بنزل لأني مآمنة.
وقت كنت ادعي لها قبل 17 تشرين لما تحققت حسيت انه هيدا انجازي الصغير، هيدا الشيء يعني اللي بده يعمل تغيير لانه حله. يعني في اشياء ما بتنعمل بسهولة، يعني هي بتكون نتيجة نضال طويل وبيتحقق. كنت حسيتها هيدا البيبال الصغير اللي حلمت فيه كل حياتي، انه الناس تثور، انه تقول لا. لما كنت شوفها يعني كان حدا يعتبرها انها كذبة وسفرات وخبريات ومين عم يطعميكم ومين عم بشرفكم ومدري شو، ليه انه اهانة. واعتبرتها انه خلص هيدا يا اما بننجح فيها وبنعمل بلد حقيقي بدل هالدكانة. ايه بس انه دي بدي دول عندك امل، يعني بتشرجوا للامل عموما، بشرجوا انا بهيدولة الثورات او الانتفاضات او شو ما بدكن سمون او هيدي يعني انه لا. انا يعني متفاجئة بهاللبنانيين اللي خسروا كل عفوا اللي خسروا كل شيء، خسروا كل شيء، يعني ما بقى في شيء حدا يدلني على شيء بعده ماشي. خسروا شغلهم، خسروا القيمة الشرائية، خسروا معاشاتهم 80% عم تندفع على 1005 وعم يدفع على 10,000. خسر قدرته انه حتى يعمل جزدورة بالصيفية يسافر، هيدا اكسترا يعني، بس انه خسرها كمان. خسر انه يدفع نتفليكس 10 دولار ما بعرف قديه بالكريدت كارد لانه ما في. خسر ناسه وشعبه وأرضه، خسر مفهوم العدالة، ماتوا الناس أشلاء قدامه بالبحر بالجو على حفاف الطرقات على البلكونات. شو بعد يعني بده يخسر واحد؟ شو معقولة يخسر؟ ايه انا توقعت انه الناس ضل بالشارع، هي ما تروح على بيتها نهائيا. بعد في عندك يعني ناس انه ناطرة انه بوست على فيسبوك من هيدولي وهيدولي انه تعوا ننزل نهار السبت الساعة 4، هي مش عزيمة غدا ولا عشاء ولا انه جزدورة، هي تلقائيا مثل بمصر يعني الميدان ما فضي، بقيوا كل الناس كل المشاهير مش نزلوا تصوروا وفلوا، نزلوا قعدوا ما فلوا عبيوتهم ما تحمموا، بقيوا قاعدين لسقط الحكم ورجعوا سقطوا حكم تاني وضلك سقط حكام لحتى يجي العزوقك وضلك يعني قاطعون وضلك حاسبون، مش انه يجي العزوقك وتقعد تنام وبعدين بعد 30-40 سنة تتذكر انه يي سرق لي مصرياتي واخد لي اراضيي وعمل فيي ما بينعمل. هيك بتكون الثورات. نحن على تيكات يعني انه يلا الاحد نعملها على الاربع، ليش شو في يعني لواحد انه شو عنده هلا انه بنتوقع انه باكتوبر يبلش انه يرجعوا الناس انه يبطلوا بحر مثلا ينزلوا على الثورة؟ ما فهمت انه في ناس تحكي انه راحت صيفيتها كأنه انه بلد تاني هيدا اللي راح بلد بأمه وأبوه، عم تحكوني بصيفية؟ مع العلم انه في ناس بعدها مصيفي عادي يعني، بس الخسرانين عم بحكي الخسرانين، في 1% هيدول الجماعات المحاسين بشي لأن مصرياتهم برا وماشي حالهم، بس البقية يعني نحن التهينا بمرفق بيروت والتهينا بالشهداء والتهينا بكل هالمشهد، يعني كي لا ننسى بعد الأزمة الاقتصادية وبعد أسعار السوبر ماركت على 10,000 وبعد قطع السيارات على 10,000 وبعد إذا احترق برادك ما رح تجيب براد تاني لأنه على 10,000 يعني، وبعد لبل إلى الأسوأ كل الأشياء التانية اللي بتدعي إنه واحد يقول لا. نحن قاعدين ما بعرف شو ناطرين، إنه يابا أنا بحب الحياة، حل عني أنت والحياة، شو هالحياة
طز العايشة يعني، ما بتعرف امتى بتموت يا خيي، لو معك مصاري رح تموت. يعني اللي مبسوط ورخية انه هو مصرياته برا او بيجي فريش ماني، ايه بوكي بتحب الحياة، ما في حياة هون، في موت بس، ريحة شم الريحة. عفوا انزل على بيروت يعني اجل فقرة شوي وانزل على بيروت، او اجل الضيعة والزراعة وانزل على بيروت. واللي صار ببيروت بيصير بكل المناطق. حاج مفتكرين انه نحن بعاد يعني، هيدا الاسلوب، هيدا النهج، هيدا الشيء، انه نحن ما خصنا. خلي هالمجموعة الشباب الصغار ينزلوا يسقطوا، ايه معكن حق في فساد، بس نحن ما خصنا. طالما في عنا هيك ما بيزبط لا ثورة ولا بلد ولا حدا يبقى يحكيني بأمل، ونحن شعب منحب الحياة. يلا راجعين. أنا مش كافر. تفضل. هلا مين عملت كافر. أنا مش بالحرب كافر. ما عم نرجع نسمعها هلا ونهز براسنا، ايه والله. وانا مقبور ببيتي مش قادر هاجر، زيت الشي. وعرفوا مين الكافر. واذا حكيت كلمة بيقولوا لك كافر او عميل. أمين. مروان صباح الخير مدام ريما، بطل عندي ما اقدر احكي ولا اكتب. انت مروان بتضلك تكتب كنت، ويا ريت فيني وقف تفكير، بس بدي صرخ باعلى صوت الله الله يقويكي، بعدك قادره تحكي وتفشي لنا خلقنا، بس عن جد خلاص كتير تعبنا. ليك بدي اقول لك شيء، انه انا كمان كل يوم بوعى بقول بدي دق لنضال اقول له ما قادره، بدي اقول له انه ما عندي شيء اقوله صراحه، يعني انه حتى القدره على انه الثوره وهيك فشلكم خلقكم ما عم تزبط معي عشوائي، يعني بعد في شوي مبلا، يعني بعد في تجي وبتروح موجات. باي ذا واي عندي معارف كتير، بعد عندي معارف كتير من جامعة البلامخ يعني، عرفتون يعني تبع سهرات دهرات بحورة كل شيء، يعني فيني اعمل مثلهم، بجرب انه طب ليه انا انه حاملة كل شيء الهم على كتافي مثل كل اللبنانية، يعني مش انه انه ليه ما بعمل مثلهم مثلا، ليه بنضم للكلب تبعهم تبع انه عايشين حياتهم وبيحبوا الحياة، ايه ما قادرة مش عم تزبط معي صراحة، خصوصي هلأ مع كورونا بعدهم كمان بلا مخ، ويبدو انه ثلاث ارباع اللبنانيين هيك، وفي فويس انا عادة ما يعني ما بشارك الفويسات على الهواء، بس من مصدر انه لينا حصري زوجة الدكتور احمد حصري، وهو طبيب انعاش وامراض رئة بالجامعة الامريكية ببيروت. فينا نسمعه. هاي جميعا، احمد هلا اجى على البيت، وضع الكورونا بالبلد out of control. We are worse than Italy اول ما اجى فيها الكورونا، وما في مستشفيات وما في beds وما في ventilators، الوضع كتير كتير عاطل، ما بتظهروا ولا بتروحوا ولا بتجوا الا للضرورة القصوى لمدة جمعتين، ما بتختلطوا مع حدا، ما حدا بيفوت البيت، ما حدا بيطلع الا للضرورة الضرورة الاكل والشرب، وبدنا نرجع أضرب مما كنا بأول لوكداون، يعني ما تتخالطوا بحدا، بدأ انتباه كتير. قال لي أحمد الوضع مزري، أول مرة بشوفه هيك، الوضع عاطل جدا جدا جدا، بدأ كتير انتباه. هلا بفهم أنا أنه نحن بنكبة، وما حدا يعني كان لما بده يركض يشوف إذا حدا من أهله مات، أو بده يركض يشوف بيته شو صار فيه، أو مجروح كله دم من بعد الانفجار وبده يركض على المستشفى وإنه بده يحط الكمامة، أكيد صار out of control يعني بهيديك المرحلة، يعني بوقت الانفجار وما بعده، ف ومع انهيار يعني المستشفيات ودمارها الشامل، يعني ما بقى نستغرب يعني
انه نكون عن جد out of control. ما بعرف هلا قدي هال 15 يوم بيقدروا يعملوا فرق, بس نحن اثبتنا انه بالايام الاولى يمكن لانه كانوا قليل والمطار مسكر انه قدرنا قعدنا بالبيت, يعني مشي حالنا. كنا نظهر عاملين كل الاجراءات اذا اضطرينا لنجيب اغراض وهيك, بس انه يعني الناس على البحر يعني كتار, يعني خبروني ما رحت بس انه كتار يعني عم بيعيشوا حياتهم عادية, مش انه بس بالمنطقة الانفجار او الناس المتضررة ما في عقل براسة لحتى بعد تفكر بكورونا اللي ميتة ميتة اصلا ومقهورة وانه عندها 100 شغلة تفكر فيها غير انه تحط الكمامة وما بقى عندها يعني حتى قيمة لحياتها او انه للمرض وعدوا فكروا فيه. بس في ناس انه بعاد وبعدهم عايشين حياتهم طبيعية, فياريت انه نعمل شيء لانه عن جد انه ما بيحمل, يعني شو بعد في مسار ما بيحمل. ايه حلوة غنية نصيف زيتون, حلوة التحية, حلوة المبادرة, لذيذة. قومي كم مرة صرنا معايطين لك قومي وبتقومي من جد بتميلي وما بتوقعي, ما بعرف لأي متى واحد بضل قادر يميل وما يوقع, مش بالشعرات والغنانة بالحقيقة. لو من هالناس والشباب من أولادي وجر اللي حملوا مكانس ونزلوا كانت وقعت وما حدا لما, مين بده يلم البلدية العظيمة اللي الناس عم تنسرق بالليالي وما حدا عم بيسأل عنها؟ مين؟ ما تواخذوني على التعبير اللي بيجرح بعض شركاء الوطن, لو ما في أمن ذاتي ببعض المناطق والشباب عم بيسهروا على البيوت لما تنسرق, إنه شو كان صار؟ إنه لو ما العالم ركدت ساعدت بعضها, لا كانت وقعت بيروت وما حدا لما وما في مين يلما أساسا. إنه ما عليه من الحرب الخمسة وسبعين بعد في بنايات بكتير مناطق كلها رصاص وقاصف وشاهدة على العصر الذهبي. انه مين, شو السياسات اللي بتعتمدها, انه شو عملت دولة عموما بالنكبة اللي صارت, الوزارات شو عملت, الهيئات اللي بتقبض مصاري طالع نازل مدري شو بسموهن اسامي شو عملوا, ما شفنا حدا منهم على الطريق. سقفهم يعني بمشوا السير, مشوا السير تسمعها كتير لدرجة بتحس حالك انه زهقت منها مرات, انه خلص تستفزك يعني لانه فيها هالقد مقاومة وفيها هالقد قدرة انها تعطيك يعني دعم معنوي. شو السر انه اللي كتبها شاعر يعني أديب شاعر سوري قدر وصف مدينتنا أكتر منا, ويمكن قدر حبها أكتر من كتير عالم عايشين فيها كل الوقت بينتموا لقلها. شو هالسر بالكلمات, شو هالعشق, شو هالحقيقة, يعني شو هالحقيقة المش معقولة, يعني بصير أتخيل أنا أكيد ما بعرفه ما شفته أنه نزار قباني كان يجي يقعد بهالشوارع بالكافيات يكتب يتأملها يسيرها. أصلا القصيدة تبع بيروت بهالغنية هي مختصرة, يعني غنتها ماجدة, هي أكبر من هيك بيحكيها كلمات لبيروت كأنه عشيقته, يعني بحسه هيك بصير اتخيل قد ما كنت بحب أن أكون بهيديك المرحلة أسمع هيدول الناس شوفهم تعلم منهم. شو بقالنا هلأ اليوم, يعني شو بينكتب عن بيروت, شو عم نتبادل بين بعضنا على الواتساب غير المسخرة وطق الحنك,
ماشي بعدنا يا ستة الدنيا يا بيروت، من باع أساورك المشغولة بالياقوت، من صاد خاتمك السحري وقص ضفائرك الذهبية، من ذبح الفرح النائم في عينيك الخضروين، من شطب وجهك بالسكين وألقى ماء النار على شفتيك الرائعتين، من سمم ماء البحر ورش الحقد على الشطآن الوردية. ها نحن أتينا معتذرين ومعترفين أن أطلقنا النار عليك بروح قبلية، فقتلنا امرأة كانت تدعى الحرية. ماذا نتكلم يا بيروت وفي عينيك خلاصة حزن البشرية، وعلى نهديك المحترقين رماد الحرب الأهلية؟ ماذا نتكلم يا مروحة الصيف ويا وردته الجورية؟ من كان يفكر أن نتلاقى يا بيروت وأنت خراب؟ من كان يفكر أن تنمو الوردة للوردة آلاف الأنياب؟ من كان يفكر أن العين تقاتل في يوم ضد الأهداب؟ ماذا نتكلم يا لؤلؤتي، يا سنبلتي، يا أقلامي، يا أحلامي، يا أوراقي الشعرية؟ من أين أتتك القسوة يا بيروت وكنت برقة حورية؟ لا أفهم كيف انقلب العصفور الدري لقطة ليل وحشية. لا أفهم أبدا يا بيروت، لا أفهم كيف نسيت الله وعدت لعصر الوثنية. قومي من تحت الموج الأزرق يا عشتار، قومي كقصيدة ورد أو قومي كقصيدة نار. لا يوجد قبلك شيء، بعدك شيء، مثلك شيء، أنت خلاصات الأعمار. يا حقل اللؤلؤ، يا ميناء العشق، ويا طاووس الماء، قومي، قومي من أجل الحب ومن أجل الشعراء، قومي من أجل الخبز ومن أجل الفقراء. الحب بريدك يا أحلى الملكات، الحب يريدك يا أحلى الملكات، وها أنت دفعت ضريبة حسنك مثل جميع الحسنوات، ودفعت الجزية عن كل الكلمات. قومي من نومك يا سلطانة، يا نوارة، يا قنديلا مشتعلا في القلب، قومي، قومي كي يبقى العالم يا بيروت، ونبقى نحن ويبقى الحب. قومي يا أحلى لؤلؤة أهداها البحر، الآن عرفنا ما معنى أن نقتل عصفورا في الفجر، الآن عرفنا ما معنى أن ندلق فوق سماء الصيف زجاجة حبر، الآن عرفنا أن كنا ضد الله وضد الشعر. يا ستة الدنيا يا بيروت، يا حيث الوعد الأول والحب الأول، يا حيث كتبنا الشعر وخبأناه بأكياس المخمل، نعترف الآن بأن كنا يا بيروت نحبك كلبد الرحل، ونمارس فعل الحب تماما كلبد الرحل. نعترف الآن بأنك كنت خليلتنا، نأوي لفراشك طول الليل، وعند الفجر نهاجر كلبد الرحل. نعترف الآن بأن كنا أميين وكنا نجهل ما نفعل، نعترف الآن بأن كنا ومن بين القتلة، ورأينا رأسك يسقط تحت صخور الروشة كالعصفور. نعترف الآن بأن كنا ساعة نفذ فيك الحكم شهود الزور، نعترف أن كنا منك نغار وكان جمالك يؤذينا، وبأن لم ننصفك
ولم نعذرك ولم نفهمك، وأهديناك مكان الوردة سكينة. نعترف أمام الله العادل أن راودناك وعاشرناك وضاجعناك وحملناك معاصينا. يا ست الدنيا، إن الدنيا بعدك ليست تكفينا، الآن عرفنا أن جذورك ضاربة فينا، الآن عرفنا ماذا اقترفت أيدينا. الله الله يفتش في خريطة الجنة عن لبنان، والبحر يفتش في دفتره الأزرق عن لبنان، والقمر الأخضر. عاد أخيرا كي يتزوج من لبنان. أعطني كفك يا جوهرة الليل وزنبقة البلدان، نعترف الآن بأن كنا ساديين ودمويين، وكنا وكلاء الشيطان. يا ست الدنيا، قومي من تحت الردم كزهرة لوز في نيسان، قومي من حزنك، إن الثورة تولد من رحم الأحزان. قومي إكراما للغابات وللأنهار وللوديان، قومي إكراما للإنسان. إن أخطأنا يا بيروت وجئنا نلتمس الغفران. ما زلت أحبك يا بيروت المجنونة، يا نهر دماء وجواهر. ما زلت أحبك يا بيروت القلب الطيب، يا بيروت الفوضى، يا بيروت الجوع الكافر والشبع الكافر. ما زلت أحبك يا بيروت العدل ويا بيروت الظلم. ما زلت أحبك يا بيروت العشق ويا بيروت الذبح من الشريان إلى الشريان. ما زلت أحبك رغم حماقات الإنسان. ما زلت أحبك يا بيروت. لماذا لا نبتدئ الآن؟ قومي إكراما للإنسان. We are live via Social Rad 96.7 97.1 FM www.socialrad.com.lb. Social Rad mobile apps available for iOS and Android. صار الضو يومي ينطر صوتك تايطلع، والليل بيقصد يتأخر ده صوتك يسمع. صار الضو يومي ينطر صوتك تايطلع، والليل بيقصد يتأخر ده صوتك يسمع. ونحنا مننطر تلاقينا وصوتك يا ريما يحكينا، من صوت الغد منتأمل والأمل يتجدد فينا. صوتك عم يدخل بيرقة عالقلب وبيخاوي الدقة يا ريما، وبالقلب بيبقى كل ما نبرد بيدفينا. ريما يا ريما يا ريما يا ريما. خليني قبل الدبكة، قبل الدبكة يا ريت ما يكون في دبكة هالأيام كمان، لأنه ما نقصنا الأخبار عم تتويلة وتتسارع. يعني من أكثر من منطقة بلبنان إنها خرجت عن السيطرة، ومن بلدية الخرايب بتقول إنه في حالات كورونا وبلش الوضع يخرج عن السيطرة، وفي أطباء ومدير مستشفى رفيق الحريري وكلهم عم بيحذروا الناس إنه خدوها جدية يا جماعة. بس قبل بدي أتوقف لأقول الله معك للياس خوري، هالشاب الحلو اللي عمره 15 سنة، اللي له من 4 آب بيقاوم ووقف، وقف يقاوم. ما بعرف، يمكن ما لقى شي بيستاهل الحياة عنا هون، فقرر يروح على الحياة التانية الأبدية. في حدا بعت لي أستاذه بالمدرسة نشر صورة معه شرب الجميل،
وكتب له الله كبير يا الياس، نام حبيبي مش ذنبك، لا ذنبك كنت على البلكون عم تتفرج على الحريق، ولا ذنبك كنت بالبيت بهديك اللحظة، ولا ذنبك انه القنبلة اللي غدرت شبابك وصلت وضلت محطوطة قدام بيتك. من لما كنت بالصف السادس ما فينا نعاتب ربنا اللي شاف ابنه عم بيموت على الصليب، ولا فينا نعاتب حيطان بهيئة بشر. أفضل شي نقوله هو نيالك، نيالك بالقيامة، نيالك بالحياة الحقيقية. نحن أكيدين أنه هنيك أحلى، وأنه ربنا اختارك عبكير تتكون معه. ألف نيالك، بس مش نيالنا نحن ولا نيال أهلك. نحن معلمينك ورفقتك بالصف اللي راحت شقفة منا بروحتك، محطمين عم نرجف بأرضنا بعد ما سمعنا أنك انتقلت، ونسأل شو ذنبك؟ كيف بالأحرى بيك وأمك ونور، بيك اللي كان يعطل همك كل ما يكون في رحلة بالمدرسة ويحكينا قبله وخلاله تيطمن، لأن بيتك بعيد عن المدرسة. وأمك اللي كانت شايفة الدنيا من عيونك الحلمين، ونور اللي وصتني فيك شخصيا بالسنة اللي تخرجت فيها وصارت بالجامعة. صلنا من 4 آب عم نصلي، واليوم دورك تصلي لنا. انت هلأ صرت الأقوى فينا، صرت ملك أهلك وإختك، ضلك معهم لأنهم عايزينك. قرب عليهم قد ما فيك، خليك بأحلامهم، وخلي صدى صوتك بالبيت من وقت للتاني يمرق عم اسمعه. يا ريما ما بعرف كيف في مسؤول بيسمع هالكلمات وبيضل على كرسته. كبر عقلك يا صديقي، كرسي أهم. أصلا بيسمعوا إذا سمعوا، أصلا شكل اللي حواليهم ما بخليهم يسمعوا غير اللي عزوقهم. بيوعك اليوم الصبح بيقولوا له أنت البطل وأنت الخلاص وأنت الدني، وشو بدك هاو مجموعة عالم مأجورة ما بتحبك. وبيحضروا له الترويقة والمنظر الحلو، بتوقف الحاشية حواليه تزقف له شو ما عمل وشو ما قال، وعنده مجموعة كمان بتزقف له شو ما قال وشو ما عمل، بيضل على الكرسي. طب مين بدي يشيله؟ دي بعد رح يكون في مثل الياس خوري هالشاب القمر الصغير اللي ما قدر قاوم جروحاته. بعد عنا آلاف بالمستشفيات ما بنعرف شو إصاباتهم، قدي رح يضلهم عم بيقاوموا ويضاينوا. تركوهم بسلام بمستشفياتهم ليقدروا يضاينوا، مش لنتليلهم المستشفيات كورونا من ورا الجهل ومن ورا حب الحياة العظيم اللي عندكم، ومن ورا بدنا نروح على عرس وبدنا نروح على عمادة وبدنا نتصور مدري وين، وبكرة بيخلص موسم البحر يعني 15 يوم بيجي أيلول. الله يصبركم. ياما راحت صيفيات على اللبنانية من الحرب لليوم ما خلصت الدنيا. حسب مدير مستشفى رفيق الحريري بيقول انه الارتفاع غير مسبوق لارقام الكورونا، وهالشي يدخل لبنان باغلاء جزئي، ويهدف الاجراء لتقييد المخالطة مع تجنب تعطيل انشطة جهود الترميم والاصلاح بعد الانفجار. وبيقول انه الاجراءات تهدف للسيطرة، لانه 3 قضايا رح تكون اساسية، انه رح نلتزم باجراءات السلامة بالبعض. بالايام الماضية يعني البعض وجد طرق لتجاوز القيود، وتم الابلاغ عن حفلات بفقرة،
والمسابح وأعراس وجنازات وعدم التزام بالحجر، وهيدا يمكن أن يحبط أي سياسة عامة، ولا يمكن للسلطات أن تكون موجودة بكل مكان، ويجب أن يكون الجمهور مسؤول. عفوا قصده الناس يعني. وبيقول بعد 6 أشهر من بدء الوباء لم يتضح عدد الأسرة المتاحة لمرضى الكورونا بالمستشفيات الخاصة، بالنسبة لهم يمكن أن يؤدي هذا العبء الإضافي لخراب المالي، وهناك حاجة ماسة للتوصل لاتفاق مع الجهات الضامنة بشأن تعويض عادل وسريع ما يؤدي لزيادة القدرة الاستيعابية. بيقول بلغ عدد الفحوصات اللي أجريت رقم قياسي يمكن أن تؤدي زيادة الفحوصات لرصد أفضل لانتشار الفيروس، وبالتالي تحكم أفضل، لكن من دون التنسيق والتوجيه رح تكون جهود المختبرات أقل فعالية، ويجب أن يكون إجراء الفحوصات جزء من استراتيجية تتبع ورصد واضحة. وقال هناك تكلفة اقتصادية ونفسية للدخول بأسبوعين، لكن بيبقى الهدف هو تجنب الزيادة بعدد المرضى، لأن ما في أسرة، فقدنا ما يكفي من الأرواح أخيرا، ولا ينبغي أن نفقد المزيد. كده هلأ في العالم قبل الجمعة عم تخلص كل احتفالاتها ومناسباتها وظهراتها، ما بعرف، كله تحذيرات 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 من الكورونا. ارتفاع حالات الإصابات عم بيكون وين ما كان بالعالم، يعني بالأرجنتين حتى اللي ما كانت كتير على اللايحة تجاوز 300,000 و6,000 وفاة. طبعا ما حدا عنده هالكارثة اللي عنا إياها بالمستشفيات، فبليز انتبهوا 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 قد بدي لكم انتبهوا. ما بعرف، بلدات بلدات كل شوي عم تعلن عن انه عندها ناس، خالطوا ناس وعم ببلشوا يعملوا فحوصات وبي سي آر وين ما كان، فانتبهوا على حالكم. بكرة عيد كمان، لو بكرة منسكرها هالسنة نبلش سنة جديدة. خلص يلا باي باي، نودعها. روحي روحي. طبعا ما رح اتشارك انا وياكم اليوم، شاركنا كتير ايموشنز، فرح وطلعات ونزلات وحزن ووجع وألم، وكتار قالوا لي بكيتينا، وكتار قالوا لي فرحتينا، وكتار قالوا لي قلنا زمان ما شفناك هيك او ما معودين نشوفك هيك. انتبهوا انا مني حيط يعني، ومني موظفة يعني دولة انه بعمل الدفوار مثل ما لازم. أنا حدا بحس يعني، وشو بحس بعمل، بيعجب الناس ما بيعجب الناس، أرائي حتى يعني من زمان لليوم اللي بيعجبه اللي ما بيعجبه ما بهمني، اللي ما بيعجبه ما بهمني، اللي بيعجبه بلا بهمني، بس إنه اللي ما بيعجبه ما بهمني. بس بزعل لما بتقولولي إنه زعلانين يعني، وما بقدر أعيش على الهامش يعني. يمكن في كتير ناس بيقدروا يعملوا أي شيء أو يعني يطلعوا لفترة من الوقت من الكارثة اللي هن فيها نفسيا ويدعوا أشياء مش موجودة. أنا ما تعودت وما رح أكون يعني، يوم بكون قوية ومتفائلة، يوم بقشط بنزل مثل كل هالناس يعني، مني صنم ومني مصبرة هيك لأقعد بيعكن أوهام. أنا لما يكون عندي أمل عن جد شايفته من شي مطرح بخبر عنه وبتشارك فيه معكم، لما ما يكون موجود شو بفرق عني عن غير عن هيدول الكذابين، إذا بدي لكم عن أوهام وإشياء مش موجودة. أنا ما عم بقول إنه ما رح نقوم، رح نقوم، ويعني والدليل إنه نحن كلنا هون وبقينا وقاومنا، وهيدا مش أول يعني مصيبة بتصير فينا، واللي بيزمط يعني من حرب طويلة عريضة من رصاص الأنص يتمشى بيناتهم بشوارع عين رمانة ويبقى عنده قوة وطموح وأحلام ويحققها. أكيد إنه ما رح أفقد الأمل ولا خليكم تفقدوه، بس قدام
رهبة الموت كل واحد منا بينكسر، إذا ما انكسر ما بيكون إنسان. قدام ريحة الموت بشوارع بيروت والألم اللي عم بيعيشوه الناس، ما فينا نكون بكوكب تاني مثل هالسياسيين. شو بدي أقول؟ الوقحين اللي قاعدين عم بيقولوا إنه حادث وصار وبيكملوا حياتهم عادي وبيرجعوا هن زيتهم، أكيد لا، أكيد لا، ما فينا نكون مثلهم. بدنا نضلنا بقوتنا وننحني قدام وجع الناس، بس ما نوقع، ننكسر أوقات، نرجع سوا منرمم حالنا. بقولوا الله يلا تضلوا بخير. يا ريما تحكوا الوردة، صرت للغد حكاية عصوت، زادوا دقات القلب اللي عنده مخبات.